صراحه البنات والله الا الحلال راه زوين، كاينين الخدامين اللي تقدر تبداي بابسط حاجه. عندي الوالده ديالي حتى هي مع من عائشه كتشجعني بزاف، فهمتي ما عندهاش مشكل. دابا غير شي اسبوع تقريبا باش بديت، وشويه بشويه ان شاء الله نطور هذا الشيء كامل. مهم الواحد كيبدا غير بشويه من زيرو. والاسمنه راه جد مناسبه، كلشي كياكل الفقير والغني، 4 دراهم باش كندير لي كريب. السلام عليكم مشاهدينا متابعينا الكرام اوفياء قناه ريمال تيفي. كيف ما متعودين علينا بطبيعه الحال دائما كننزلوا الشارع وكنكونوا قراب من الشعب واكيد من الابناء ديال الشعب، ربما احنا من بين القنوات اللي دائما كنحاولوا اننا نوصلوا مشاريع الشباب اللي كيبداو من الصفر وكيحاولوا انهم يبينوا راسهم ويبينوا داكشي اللي بغاو ولا كيحاولوا انهم يسترزقوا الله. اليوم جينا عند شابه في مدينه اكادير، شفناها دارت واحد المشاريع صغير، عيطت ليا قلت لها بكل فرح غادي نجي وغادي نشاركوا المشروع ديالك اللي هو مشروع بسيط. كيف ما غادي تكتشفوا معنا إيمان شابة اللي قررت أنها بوسيلة نقل اللي هي السيارة بطبيعة الحال ديال الأهل ديالها تستغلها في الوقت المسائي تخدم فيها، دارت لي كريب بالشكلاط بالعسل، حاولت قدر المستطاع أنها تاهي تخرج للشارع باش أنا ما نحرقش المراحل، غادي نمشيو أنا وأنتوما ونتعرفوا على إيمان ونتعرفوا على هذا المشروع وكيفاش جات الفكرة ديالو. إيمان أجي حدايا، مرحبا بك. مرحبا بك أختي، بارك الله فيك. شكرا، الحمد لله. ومرحبا بك، وكيشرفني اليوم فجيتي عندي صراحه والله لافيك بليزير ان شاء الله، وديما كنشوف الفيديوهات ديالك وداكشي تبارك الله عليك، داكشي زوين اللي كديري. الله يكبر بك. واخا قولي لي كيف ايمان، كيف جات الفكره باش ان انت تخرجي في الفتره المسائيه وديري هذا البروجي هذا ديال لي كريب؟ عاودي لينا على ايمان، شنو كنتي كديري قبل وكيف جات هذه الفكره؟ واش كنتي جالسه ما خداماش ولا شنو؟ صراحه ما نكذبش عليك، انا بزاف دوزت الخدمه بزاف واش غنقول لك. المهم في هذه الفتره ديال العشيه كيكون جالسه غير في الدار وداكشي، قلت شنو غادي ندير، طاحت علي واحد الفكره، قلت لها شنو ندير، اللهم ندير لي كريب ولا ندير لي جون. استغنيت الطوموبيل كنحطها غير حدا الدار هذا، اللهم ندير هكا اوما نتحرك شويه باش نخلصوا هنا لي فريك داكدا، ومن هنا تنشجعوا الناس والناس كلشي يجيو ياكلوا ونتعرفوا شويه. واخا نهضروا على البدايه دائما ديال اي بنت كتبغي دير بروجي في برا بحال هكا، يعني كتكون قريبه باش انها دير بلاصتها في بلاصه اللي كيكونوا فيها مثلا الشباب ولا الرجال كيف ما كنشوفوا هنا لي كافي، الناس اللي دايرين هنايا قهوات. والديك، الاسره، علاش كنهضروا؟ لان دائما تنقول الاسر المغربيه محافظه، لمن شويه تخرج دير بحال هكا كتكون صعيبه في البدايه. والديك كيفاش كان التعامل ديالهم ايمان؟ الصراحه عندي الوالده ديالي حيت هي مع من عائشه كتشجعني بزاف، فهمتي ما عندهاش مشكل، حيت مولفه فيا من الصغر، واخا كنت كنقرا وداكشي كنخرج وكنخدم وداكشي كنخرج كندير لانيماسيون كذا كذا، يعني ما عندهاش مشكل، بالعكس هي كتشجعني وكتفتخر بيا. واخا بهذه الكلمه ديال الافتخار قدام الكاميرا دابا ايمان، هذه ربما غنستغل، شنو تقدري تقولي لماما كي كتشوف الفيديو؟ ماما كنبغيك بزاف وكنشكرك بزاف على التربيه ديالي وعلى الاخلاق ديالي، حيت بالفضل ديالك تعلمت هذا الشيء كامل، وشكرا شكرا بزاف، الله يخليك ليا. دابا غنرجعوا للبروجي ونمشيو شويه من اكيد الاحاسيس الصادقه، وغادي نهضروا على البروجي ديالك. البروجي ديالك ايمان اللي هو عباره على شنو؟ صراحه كندير لي كريب، المهم كنصايبهم بالشوكولا وبالميان يعني العسل، ومن بعد ان شاء الله غادي نبقى نزيد ندير نوتيلا ندير البنان. المهم حيت يلاه بديت دابا غير شي اسبوع تقريبا باش بديت، وشويه بشويه ان شاء الله نطور هذا الشيء كامل. المهم الواحد كيبدا غير بشويه من زيرو ضروري. كيفاش كان الاقبال ديال الناس؟ صراحه كيجيو عندي الناس بزاف من الحمد لله، دابا سيمانه كيجيو عندي معا كنلوح الفيديوهات ديالي في تيك توك وفيسبوك، اغلبيه كيجي عندي هنايا كيشوفني من تيك توك. لقيت الاقبال الصراحه الحمد لله، درت الكليان ديالي والزبائن ديالي، وخا يلاه بديت الحمد لله. ومرحبا بكم، حتى اللي باقي ما عرفنيش يجي مرحبا به. عطيهم البلاصه فين كاينه بالضبط؟ كنكون هنا حدا انفاس مع مستر بريكولاج في هذا البارك فين كيكونوا صحاب القهاوي ومالين لافاش حدا مرجان فونتي. كنشوفوا اهم حاجه ايمان اللي هي الاخوان، النظافه دائما هذه اول حاجه ردت ليها البال. ضروري ضروري ديما اللي قال الواحد ضروري خصو يخدم بالنقاه، والبلاصه عشان فاش كنخدم هنا ضروري تنيطوايا ونمسحها وداك الشيء ضروري، حيت النظافه هي كل شيء. حاجه الا كانت موسخه ولا داك الشيء ما غاديش يزعم الواحد ياكل، حيت راه الماكله هذيك ضروري خاص الهيجين.
واخا الاثمنه باش كتخدمي والاثمنه راه جد مناسبه كلشي كياكل الفقير والغني 4 دراهم باش كندير لي كريب بالشوكولا اولا العسل. الوقت اللي كتكوني من اش تلاش؟ صراحة هاد الايام باش كنجي مع 6 اولا 6 ونص كيلقاوني انايا الناس وعلى حساب البيع. المهم كنمشي مع ديك العشرة 11 المهم على حساب حتى كتخوى الدنيا كنمشي مي كنسالي بعض المرات كنسالي بكري كنمشي بكري. واخا بغينا نستغلوا ايمان بطبيعه الحال الحضور ديالك اليوم يعني تبارك الله ولينا كنشوفوا البنات حتى هما كيعتمدوا على راسهم كيتقاتلوا كيخرجوا لسوق الشغل واخا انهم ولاو كيديروا حتى هما دي بروجي بحال هكا يعني ماشي ضروري تخدم في شي شركه او هذا يعني كيحاولوا من خلال فقط داكشي اللي عندهم يديروا بزاف. بغيت اليوم من خلالك ايمان كيف ما وصلنا رسائل كثيره مع شابات كثار تبارك الله بحال ملكه مولات الكريب بحال اللي كانت كدير لي فخوي يعني دوزنا مجموعه من الشابات ما شاء الله الشباب كتشجيع المبادرات بحال هكا والمشاريع. بغيت رساله ليك اليوم البنات اللي تيقولوا ايوا ما عطاناش الله ما كاينش وكيشدوا طريق الانحراف يعني ما كيقلبوش عليها صعيبه وكيتقاتلوا. بغيت رساله اليوم منك لهذوك البنات لربما توصل شي وحده. صراحه كنوجه هذه الرساله للبنات اللي كيقولوا حنا ما لاقينش خدمه حنا ما دايرش هذا نمشيو نتبعوا شي طريق. صراحه البنات والله الا الحلال راه زوين كاينين الخدامين اللي تقدر تبداي بابسط حاجه تقدري ديري غير شي حاجه بحال بيع وشراء غير من الدار ديالك ديري الحوايج ديري لي باك ديري اي حاجه تبداي بحال هكا غير بشويه بشويه واخا ما يكونش عندك شي راس المال كبير مهم وتحركي ديك الساعه وشويه بشويه والله كييسر الامور. هادشي اللي كنقول لكم. شكرا لك ايمان شكرا متابعينا الكرام على هاد المتابعه. هو لقاء بسيط جدا حاولنا اننا نقربكم من ايمان ومن هاد المشاريع لربما نكونوا سبب باش ان المعرفه ديالها توسع اكثر. ما كرهناش انكم تدعموها تجيو تشجعوها وكذلك غادي نحاولوا حنا بدورنا اننا نخليو لكم اكيد المعلومات ديالها سواء يعني غير مواقع التواصل باش تقدروا انكم تتابعوها وتفاعلوا معها وتجيو تشجعوها لان فعلا تستحق. وكاينين امور اخرى اللي غادي تكتشفوها معنا ربما ماشي في هاد الفيديو كاينين قصص اخرى مع ايمان ولكن غادي تجي في وقتها. اليوم جينا فقط باش اننا نشجعوها ونوصلوا الرساله ونوصلوا الصوره والصوت والبروجي ديالها. ايمان برافو عليك وكنتمنى لك التوفيق. شكرا لك مشاهدينا الكرام. شكرا مرحبا بكم. مرحبا شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد قناه ريمال تي في.